يتوجه السويسريون هذا الأحد للتصويت على استفتاء يمنح كل مواطن مبلغ 2500 فرنك سويسري شهريا دون قيد أو شرط، وبغض النظر عما إذا كان الشخص يعمل أم لا. مبادرة رحب بها السويسريون بهذه الطريقة. ويقول المتحدث باسم هذه المبادرة: أعتقد أن الدخل الأساسي يستطيع أن يعطي صورة أخرى عن الاقتصاد وسوق العمل، من ناحية أنه بإمكان الأشخاص حاليا أن يقوموا بالأشياء التي يريدونها، هي طريقة لتحقيق الذات. إلا أن المعارضين لهذا الاستفتاء يعتبرون أن الفصل بين العمل والأجر هو أمر خطير، وهو موقف الحزب الليبرالي الراديكالي. هي ميزانية مهمة نقوم بهذا بدلا من تشجيع الأشخاص على العمل، وأولئك الذين بإمكانهم العمل وتحقيق الاستقلالية. هذا سيشجع بعض الأشخاص على عدم القيام بأي شيء ويتنافى مع قيمنا، هذا عكس التماسك الاجتماعي. من جهتها الحكومة اعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى فراغ بسوق العمل ونقص المهارات في سويسرا، إضافة إلى أن زيادة الضرائب ستكون ضرورية لتمويل هذا الدخل.